ازيكم؟ ده تأثير الحرب بين روسيا وأوكرانيا على اقتصاد العالم. الناس بتسأل ايه علاقة الاقتصاد بالحرب؟ والله هو أوكرانيا اللذيذة العظيمة دي هي وروسيا، الاتنين بيصدروا للعالم 29 من صادرات القمح العالمية، يعني هما اللي بيدوا للناس القمح. والقاعدة الاقتصادية بتقول إذا قل المعروض من أي شيء يرتفع ثمنه وفقا لمبدأ الندرة. أنت مش هتبيع قمح وده مش هيبيع وده مش هيبيع، خلاص أنا محمد هبيع ولكن بسعر أعلى، هغلى عليكم الثمن لأن الطلبات كتيرة. بقى الطلبات على القمح الأمريكي هتكتر، الطلبات على القمح مثلا البرازيلي تكتر، وهكذا يعني اي قمح يعني. فاذا قل المعروض من اي شيء بيرتفع ثمنه، دي قاعدة اقتصادية عشان مبدأ الندرة. مبدأ الندرة بيقول كده. المواني اللي موجودة في اوكرانيا هحط لكم الشكل دلوقتي، هم 13 ميناء موجودين في اوكرانيا. مش هعرف طبعا اقرأ الاسماء، ماريوبول وبيردانيسك ومش عارف ايه، المهم الاسماء الغريبة دي. دول ال13 ميناء دول اللي عند اوكرانيا العظيمة بيصدروا 153 مليون طن بضائع. الصادرات الأوكرانية بيمثلوا 60% منهم، وواردات الدولة نص واردات الدولة. يعني لو حصل حرب هيقفلوا المواني، ولو قفلوا المواني هيأثروا على الصادرات والواردات، وهيأثروا على عقود التجارة مع الدول الباقية. وطبعا تكلفة الحرب هتعمل أزمة كبيرة جدا في الاقتصاد. مصر للأسف الشديد من أكبر الدول المستوردة للقمح في العالم، 13 مليون طن قمح، الفلوس بتاعتهم كم؟ بيقول ب 3 مليار دولار، وقصة طويلة. والحكومة المصرية بتنتج، او احنا بننتج بينا وبين بعضينا 5.5 مليون طن. فيعني فليغفر لنا الرب، هنعمل ايه؟ منك لله يا حسن مبارك. حين اي مشكلة بتحصل في العالم بتأثر على بقية الدول، عشان العولمة وعشان التجارة الدولية وعشان السوق المفتوح. يعني انت بتستورد من هناك، اذا حصل هناك مشكلة يؤثر على العالم. العولمة يعني العالم قرية صغيرة، العالم كله على بعضيه الطين وصالة. اي مشكلة هتحصل هنا هتسمع هنا. اذا عطست امريكا زكم العالم. دي قاعدة مهمة جدا في الاقتصاد عشان تفهم الملخص بتاع الصادرات والواردات. طيب اوكرانيا بتنتج 31 طن ذرة، اللي هو 14% من الانتاج العالمي، يعني مثلا ممكن تسميها مثلا خمس الانتاج العالمي ولا مدري كم. اوكرانيا كمان بتنتج 5.2 مليون طن من الشعير، 18% من الانتاج العالمي. اوكرانيا كمان بتصدر 50% تقريبا من الانتاج العالمي صادرات زيت عباد الشمس، يعني بتنتج كميات مهولة. الكميات المهولة اللي بتنتجها أوكرانيا لا يمكن الاستغناء عنها. أوكرانيا دي كمان داخلة في زيت اسمه بذور اللفت، 15% من الانتاج العالمي، يعني الولية مجتهدة. طبعا روسيا هتبقى مشغولة في الحرب. روسيا بتعمل ايه؟ روسيا بتنتج 23% من الامونيا، 17 من البوتاسيوم او البوتاس، و14% من اليوريا، و10% من الفوسفات. دي معادن او مش عارف ايه بتدخل في الاسمدة الزراعية او في صناعة الاسمدة. ولما الاسمدة اللي بتتحط للارض تمنها يغلى، المحصول يغلى لان تكلفة الانتاج بتغلى، و المخرج اللي طالع من الارض الزراعية هيغلى، يبقى هيخلي تمن البضائع والقمح والدقيق والذرة والشعير والخس والجرجير والطماطم والبدنجان كل ده يغلى، لان سعر المواد الخام التي دخلت في الانتاج ارتفع تمنها للأسف. كمان الشيخة روسيا مجتهدة جدا في صناعة المعادن. الشيخة روسيا بتنتج 49% من النيكل، و42% من البلاديوم، و26% من الألمونيوم، و13% من البلاتين، و7% من الصلب. يعني الولية بتشارك في حاجات كتيرة. الكلام ده بيدخل في كل حاجة، بيدخل بقى في الجرارات، في التليفونات، في السماعات، في كل الصناعة. يبقى كل حاجة تمنها هيركبوا عفريت أو هيتعفرت. إجمالي صادرات القمح العالمية في 2021، أوكرانيا تشارك ب 24 مليون طن، وروسيا 35 مليون طن يا حلاوتك، وبقية دول العالم كلهم على بعض 145 مليون طن. يعني روسيا واوكرانيا واخدين مساحة كبيرة في التصدير. وزي ما قلنا القاعدة الاقتصادية بتقول اذا قل المعروض من شيء بيرتفع ثمنه، وبس هنتأثر بقى. انت كنت بتشتري منين؟ انا كنت بشتري من اوكرانيا. ايه اللي حصل في اوكرانيا؟ والله حصل فيها الحرب واتفشخت ودخلت في مشاكل مع روسيا.
نرجع تاني نقول احنا ليه الدول العربية ما عندناش زراعة وما بنهتمش بالزراعة؟ الله اعلم. ليه احنا الدول العربية ما بنعملش مصانع وبننتج؟ الله اعلم. ليه احنا ما بنعملش مية ونطلع مية ونعمل مية وتوصيل نهر الكونغو بنهر النيل؟ وليه ما بنهتمش بجانب الزراعة وجانب الانتاج؟ برضو الله اعلم. بالله انت كيف تشارك في الاقتصاد الدولي العالمي وتؤثر في الانتاج الدولي العالمي وانت عندك الاشكال الضالة موجودة؟ ما ينفعش. طالما في أشكال ضالة موجودة في البلاد والعباد، عمر البلاد ما هتتقدم ولا حالها ينصلح. ودينا قاعدين بنستورد من روسيا وأوكرانيا، وقاعدين بناكل عيش وخلاص، فلا يغفر لنا الرب. هذا والله أعلى وأعلم هو ده تأثير الحروب والمشاكل السياسية والصراعات يعني الصراعات العسكرية على الاقتصاد. العالم قرية صغيرة، العالم قطين وصال. فيعني لو انت شخص لسه مبتدئ في السياسة وتفتكر ان السياسة والاقتصاد شيئين منفصلين، لا لا لا، انت غلطان خالص. السياسة هي الاقتصاد، والاقتصاد هو السياسة، والسياسة والاقتصاد هما التاريخ، والتاريخ هو الجغرافيا، والتاريخ والجغرافيا هما زحل، وهما الاقتصاد وهما كل شيء. زحل هو اللي بيهتم بالكلام ده. اعتمدوا بقى على نفسكم يا بشر. زحل جاي بقول لك يا جدعان، بدل ما انتوا بتعتمدوا على روسيا واوكرانيا، يلا ازرع القمح في بلدك واستصلح الاراضي الزراعيه في بلدك. عندكم نهر النيل، عندكم نهر الكونغو، عندكم نهر البطيخ، احفر الارض، دمر الارض، يعني اخرم الارض، انت حر. المهم تكتفي ذاتيا في استهلاكك من القمح، وفي استهلاكك من الذره، واستهلاكك من الشعير، واستهلاكك من الزيوت، واستهلاكك من الاسمده، واستهلاكك من المعادن، واستهلاكك مش يعني شويه، خلي عندك اكتفاء ذاتي شويه. لكن لا حياه لمن تنادي، والسياسيين والاقتصاديين نايمين في ميه البطيخ.